الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كلما اشتدت ظلمة الليل الحالك اقترب الفجر، وكلما تلبدت الغيوم واكفهر وجه السماء نزل الغيث، وإذا رأيت تقلب الذين كفروا في البلاد بصواريخهم وبوارجهم وقوتهم وعتوهم فلا يغرنك متاع قليل. وإذا كبر علو الصهاينة وانتشر فسادهم وإفسادهم في الأرض فترقب وانتظر إساءة وجوههم وتحرير الأقصى وتتبيره وتدميره علوهم. ثم فيما بيننا المريض سيشفى، المبتلى سيعافى، الغريم سيقضى دينه، المهموم سيرتاح، المترقب للفرج سيسعد، العسر معه اليسر، حتما مقضيا. قال الله جلت عظمته: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. شعارك كمؤمن وعنوان خطابنا بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة فسيأتي الفرج ويأتي اليسر ملازما له. وهذا ما عبر عنه القرآن، قال الله الكبير المتعال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. حتى لو دخل العسر جحر ضب، دخل في حفرة هيك ضيقة، لدخل عليه اليسر وأخرجه، لأن الله جل وعلا قال مؤكدا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم دقق أيها اللماح في كتاب ربي الذي كل حرف كل كلمة بوزنها ومقدارها وعظمتها وسياقها. العسر معرف بأل، أل تدل هنا على الاستغراق، وأن العسر واحد، فإن مع العسر. وجاءت كلمة اليسر منكرا، أفادت تنكير المعرف، معرف بأل العسر، المنكر بدون ألف لام، بدون أل التعريف. يسرا، وين ألف لام؟ اليسر، لا، يسرى في الآيتين، يسرى حتى في آية سورة الطلاق: سيجعل الله بعد عسر يسرى. أفاد التنكير الكثرة والإطلاق والتكرار، فإنه مهما بلغ العسر من الصعوبة ما بلغ فإن اليسر لا يفارقه. لذلك لم يقل ربي سبحانه
في منطق اللغة العربية، سيجعل الله أو فإن بعد العسر يسرا، ما قال بعده. القرآن مهيمن على اللغة العربية، فوق اللغة، قال فإن معه مش بعد، فإن معه، وهنا لفتة دقيقة جدا، فإن مع العسر يسرا. هذا الذي لا تحبه، هذا العسر الذي تراه في أعينك، هذا تكالب الأمم، هذا التفرق والتشرذم في الأمة، هذا انقضاض الصهاينة على المسلمين، هذا الحوز على لبنان وغزة وما شاكل ذلك، هذه الأمراض الفردية والهموم والغموم والأحزان، في ضمنها اليسر، في ضمنها معها. سيجعل الله بعد عسر يسرا في الآية، أما هنا فإن معه العسر يسرا، إن معه العسر يسرا، اليسر مع العسر، مقارن له، ملازم له، مصاحب له. والله سيأتي الفرج، نستنبط من الآيات، سيأتي الفرج وسيأتي النصر وسيأتي اليسر. هذا أخواني ليس التفاؤل المخدر، لا لا لا، هذه منهجية القرآن للمسلم أن يفكر، سيأتي لا محالة. قال عليه الصلاة والسلام: معلم البشرية وخير البرية، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. إخواني الكرام، أتذكرون جيوش التتر كيف حطت على بلاد الإسلام العامرة كما يحط الجراد على الحقل الزاهر والبستان الجميل العامر؟ بلغ هولاكو عرش الخليفة في بغداد، دخل على الخليفة، جره من على عرشه وذبحه هولاكو، واقرأ في التاريخ. وظن الضعفاء أنها نهاية الإسلام، فقام لها عالم من العلماء، سلطان العلماء وبائع الملوك، هيك يلقب، العز ابن عبد السلام، وهز راية القرآن، ورد المسلمين إلى دينهم، وألزمهم بترك التفرق والتحزب والتشرذم والتشظي والتكسر، واختاروا قائدا قادرا قويا هو قطز، حتى خاض معركة عين جالوت، وانتصر المسلمون، وأذن الله بيسر عظيم بعد عسر شديد، وصدق الله إن مع العسر يسرا. وكما نصر الله جل وعلا الذين من قبلنا وجعل لهم بعد عسر يسرا، سيجعل لنا إن فعلنا فعلهم ورجعنا إلى ربنا وعدنا إليه عودا حميدا جميلا، وتركنا التفرق والتحزب، وما ذلك على الله بعزيز. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين. 15 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا أن ينتصر على المشركين، والقرآن يقول لهم: كفوا أيديكم لا تقاتلوا. في مكة عذب أصحابه، ثم هاجرنا إلى المدينة وأقام الدين، فجاءت بدر ثم الخندق، وجاء بعدها الغزوات،
وجعل الله مع العسر يسرا. راقبوا التاريخ واحكموا وقيسوا التجارب وأنصفوا. أتذكرون يوم ملكت فرنسا ديار الشام واستفحل العسر في بلاد الإسلام حتى عاد المسلمون إلى ربهم فجعل الله لهم مع عسرهم يسرا؟ فأين في الشام اليوم فرنسا؟ وأين في باكستان إنجلترا؟ وأين في أندونيسيا هولندا؟ وسنقول عما قريب بإذن الله المتعال، أين في فلسطين الصهاينة؟ أين في بلاد العرب والمسلمين أعداء الدين؟ أين هم؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، فإن مع العسر يسرا. ما المطلوب منا؟ الشيء العملي، هذا اليقين يترسخ في القلب. الشيء العملي مختصر في آية. على فكرة أخواني، يسرا وردت 6 مرات في سورة الكهف، وسنقول له من أمرنا يسرا، موضوع مختلف. وبعدها والجاريات يسرا في سورة الذاريات، موضوع مختلف. في سورة الطلاق 2 مرات، سورة الطلاق لاحظ شو بيصير في المرأة والرجل بعد طلاق وتفسخ الأسرة، يسرا يسرا البشارات. وفي سورة الشرح 2 مرات. الآية التي تختصر الخلاصة: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا الأمر العملي الذي نقوم به عاجلا حتى يجعل الله مع العسر يسرا. إن ضاقت بنا الحيل فلنا رب لن يخيب به الأمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنقلب. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. ألا فصلوا وسلموا على سيد المتقين وإمام الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يا حي يا قيوم، بدعاء عبد صالح حبيب إليك من بيننا، يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله، اجعل لنا مع العسر يسرا، وانصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وثبت قلوبنا على الصراط المستقيم والطريق القويم، واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، على الصهاينة المجرمين والمنافقين المطبعين وكل أعداء الدين. اللهم يا رب العالمين، أعنا على تحرير الأقصى الشريف، واجعل هذا البلد آمنا، جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأدم نعمتي الأمن والاستقرار في بلادنا يا الله. اللهم وفق ملك الأردن للعمل بالكتاب والسنة، وأقم الصلاة.